تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 12 فبراير 2019. ربنا يبارك حضراتكم. وأساتذتي الأحباء في الفيسبوك بعد تلت ساعة هيقطع، فلو تحبوا تكملوا البودكاست على اليوتيوب أكون شاكر لمحبتكم. الهدف الخدمة دي ليس لها أي علاقة على الإطلاق أني لا أقول شوية أخبار ولا جاي أخوف حد ولا جاي أصلا أقول لكم على أنه ده تاريخه كذا، مش هو ده الهدف. الهدف فقط حياة اليقظة الروحية اللي بقولها كل أسبوع، وأرجو أن يكون الكلام ده هو اللي بالفعل بننتبه إليه، لأنه ربنا قال لنا الحاجات دي هتحصل قبل، مش بس مجيء المسيح، قبل الظلمة أيضا اللي هتسود. وفي الظلمة دي مش هيكون نور للعالم غيرنا. هل يا ترى احنا فعلا نور العالم؟ ولا يا ترى ايه؟ يعني محتاجين الإيمان العامل، كل إنسان يرتبط بكنيسته، الناس اللي ليها فترة ما تتناولتش يروح يتناول، إن الناس اللي ليها فترة بعيد عن جماعة المؤمنين اللي بيروح معاهم حتى في كسر الخبز. خلي بالك لما يزيد الدخان قوي زي ما قال عنه الدخان اللي طالع من الأتوم في سفر الرؤية، للأسف البعض ممكن ما يقدرش. ربنا يبارككم. ربنا قال لنا علامات كتير، أمة على أمة، مملكة على مملكة، زلازل عظيمة في أماكن، مجاعات أو بيئة زي ما قال في لوقا 21، مخاوف، الناس تبقى خايفة من بكرة، علامات عظيمة في السماء، دخان ونار قبل يوم الرب العظيم المخوف زي ما قال في أعمال 2، البحر يضج، وهكذا. ليه ربنا قال لنا العلامات الكثيرة دي كلها؟ واحد، عشان لما تحصل ما نخافش. ليه؟ لأن اللي عارف إن هي هتحصل نبهنا إن هو محافظ علينا وهي بتحصل. 2، علشان حاجة مهمة جدا، عشان نؤمن في زمن بيحاولوا يشككونا في كل كلمة في الكتاب المقدس، بل حتى وصلوا لدرجة من البجاحة يوجهونا يحاولوا يشككونا في وجود إلهنا، إله الكتاب المقدس نفسه. فربنا قال لنا قبل ما تحصل، عشان لما تحصل نؤمن، قد قلت لكم قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. ليه؟ لأن النبوات دي عن العلامات دي ما تنفعش تكون بالصدفة وتتطبق وتتحقق بهذه الدقة. فإذا كان هذه النبوات الدقيقة عن هذه العلامات بتحصل قدام عينيك، إزاي حد يشككك إن الكتاب ده مؤلف ولا محرف ولا الكلام الكتير اللي أنت بتسمعه؟ والحاجة الثالثة، وهي دي هدف الخدمة، إن ربنا قال لنا بوضوح شديد متى ابتدأت هذه تكون. ارفع راسك لأن نجاتك تقترب. تكتمل إمتى؟ ما عرفش. بكرة، القرن الجاي، ما عرفش. ربنا قال لنا لما تبتدي. وليه قال لنا لما تبتدي؟ لأن ربنا عارف الزمان ده اللي هتبدأ فيه العلامات دي هيكون العالم بيتفنن إنه إزاي يشغلك عن حياتك الروحية بمشاكل ومشاغل وغيرها كتير وتكنولوجيا وهكذا، وانتوا شايفين. علامات في السماء. حساس من ناسا سوف يصدم بمذنب ويخرج عن مساره، وده أول اختبار لاستخدام النظام الدفاع الفضائي اللي بيعدوه لحرب الفضاء. زائر من الفضاء بس مش كائن فضائي، هو مذنب يقترب يوم 12 و13 فبراير جدا من الأرض. أيضا مذنب آخر عملاق يتم التحذير منه لأنه بيسير بسرعة 29,000 ميل في الساعة وأيضا يقترب من الأرض. ده من إكسبريس نيوز. في أخبار ناسا بتتساءل ما هي العاصفة الغامضة القاتمة اللون اللي موجودة على كوكب نبتون، اللي صورتها قدام حضراتكم، آسف معلش ما ظهرتش. بحث جديد يوضح إنه مجرة درب التبانة ستصطدم بمجرة أندروميدا، مجرة درب التبانة اللي احنا عليها، بعد 600 مليون سنة. معلش للأسف مش هنلحقها، بس اللي بينادوا ان الكوكب والكون هيستمر زي ما هو، والبعض بيؤمن بيها حتى الآن. يوم 5 فبراير سقوط 8 كور نارية في يوم واحد، وده الكلام اللي قاله لنا الكتاب المقدس عن نجوم السماء،
يوم 6 فبراير 10 كور نارية في يوم واحد، يوم 7 فبراير 13 كرة نارية، ويوم 8 فبراير 16 كرة نارية في يوم واحد، يوم 9 فبراير 10 كور نارية. الطقس والأمواج اللي تضج طبعا لها معنى روحي، لكن ده الأخبار اللي بتحصل عن تغير العالم والمخاوف. سقوط ثلج كثير وبعض مناطق في أمريكا ترى موجة برد وصلت لأربعين تحت الصفر بطريقة غير معتادة. تقريرات الخبراء توضح أن العواصف تزداد قوة في المحيط الأطلنطي، ده من واشنطن بوست. فنتوقع أن كل سيزون هيعدي الهيريكين هيكون أشد من اللي قبل، ده اللي بيتوقعه. عاصفة برد ثلجي مرعبة لا تحدث إلا كل 10 سنوات تغطي أنديانا باللون الأبيض، ده من الاندبندنت، وده منظرها، وده طبعا شيء غير معتاد عندهم. عواصف توصف بأنها تاريخية تضرب هاواي ورياح توصل لسرعتها إلى 191 ميل، ده كارثة في الساعة، والثلج نادر ما يحدث يسقط على ماوي في هوائي ويسبب بعض الخسائر، وده من واشنطن بوست. توقع أنه الخمس سنين القادمة ستكون أحر من أي ما مضى، وحتجلب معها جفاف وفيضانات وأعاصير، والخبراء يحذروا من الخمس سنين الجايين، ده من جريدة صن البريطانية، وطبعا صورتها في الدايركت برودكاست قدام حضراتكم. فيضان تاريخي يضرب كوينزلاند في أستراليا ويترك 300,000 من الأبقار ميتة، وده من جريدة جارديان، وأدي صورتها قدام حضراتكم. الزلازل اللي زادت جدا بالضبط ومنتهى الدقة زي ما لنا إنجيل لوقا 21، هنسمع عن زلازل عظيم، وفعلا الزلازل زادت في العدد وفي القوة. يوم الثلاث اللي فات 40 زلزال في يوم ما بين متوسط وقوي، يوم الأربع اللي فات 56 زلزال في يوم واحد، منهم واحد وصل قوة 5.7 في إندونيسيا. يوم الخميس 37 زلزال في يوم واحد، منهم واحد كان 6 اتخفض ل 5.9 في الفلبين. يوم الحد 53 زلزال في يوم واحد، الأسبوع ده لوحده حصل فيه 93 زلزال قوي لأسبوع واحد، منهم واحد كان 6 اتخفض ل 5.9 في الفلبين. زلزال اندونيسيا اللي كان بقوة 7.5 ريختر يصنفوه نوع نادر، مش بس كمان في قوته لكن الحركة بتاعته الغريبة اللي كانت سريعة جدا، وده من وكالة ناسا. طيارات من الزلازل في منطقة النخيل في كاليفورنيا، ايضا البراكين اللي زادت، الدخان اللي زاد زي ما بيقول لنا اعمال الرسل 2، بعد ما كنا نسمع عن 3-4 براكين قوية في السنة، بص بينا نسمع عن كم بركان شغالين. يوم الاثنين اللي فات 7 براكين ينفجروا في يوم واحد قدام حضراتكم اهو. بدون ما اطول عليكم، يوم واحد زي يوم الحد اللي فات يوم 10 فبراير من فولكينو ديسكفري، كل دي اللي قدامكم براكين نشطة في نفس اليوم. اللي باللون الاحمر ده ان اربشن نشط، واللي باللون الأورنج ده minor activity. آسف أنا بتكلم بسرعة علشان ضيق الوقت فسامحوني. الكائنات اللي بتموت جماعيا زي بالظبط ما قالنا سفر هوشع 4 وصفانية 1، والجزء ده مش بتاع نشرة وفيات الكائنات، أنا مش جاي أقول مين مات ومين ما ماتش، لكن الجزء ده قالنا الكتاب المقدس، سمك البحر ينزع، طيور السماء تقع ميتة، والحيوانات البرية كل ده ينزع قبل عقاب الإنسان، وبتحصل بمنتهى الدقة. السنين اللي فاتت سنة 2006 و7 وما قبلها كنا نسمع عن حالة أو اتنين في السنة أو ثلاثة أو مفيش خالص في السنة، بص بقينا نسمع كام حالة في الأسبوع مش في السنة، عشان تتأكدوا إزاي ده مينفعش حتى بالتخمين. في نفس الوقت اللي زاد علامات السماء، في نفس الوقت اللي أمواج البحر بدأت تزيد وتتلاطم، في نفس الوقت اللي زاد جدا فيه الزلازل محدش يقدر ينكرها، اللي في نفس الوقت زادت البراكين والدخان، اللي في نفس الوقت زاد تساقط نجوم السماء، كل ده في نفس الوقت.
لسه حد هيشكك في الكتاب المقدس بعد العلامات اللي بتنطبق قدام عينينا بدقة؟ هل تتخيلوا أن حد هيقعد يخمن ويقول سمك البحر ينزع وقدام عينينا بينزع فعلا والعلماء خلاص قرروا قبل 2048 مش هيكون فيه سمك البحر؟ يوم 18 يناير اللي هقوله لكم ده اسبوع، 110 ماعز يموتوا بطريقة غامضة في الهند. يوم 19 يناير موت عشرات الأطنان، رقم الأطنان اللي كان نادر بقينا دلوقتي نسمعه كل اسبوع، من الأسماك يموت في جاوة في إندونيسيا. كل ده سمك ميت بالأطنان. في نفس اليوم موت كم ضخم من الخفاش ويصفوها كما لو كانت ضربة كتابية في أستراليا، ده من الإندبندنت، يسموها أون بيبليكال سكيل كما لو كان ضربة من ضربات الكتاب المقدس. يوم 21 يناير موت 6 حيتان في شاطئ في أسبانيا. يوم 22 يناير موت الآلاف من الطيور البحرية في غرب أستراليا، ده من ويست أستراليا توداي. في نفس اليوم موت 30 درفيل في شاطئ في إنجلترا. يوم 23 يناير موت الآلاف من الأسماك في بحيرة في أستراليا. في نفس اليوم موت الآلاف من الطيور البحرية في كاليفورنيا أمريكا. يوم 24 يناير موت 29 حصان بري في منطقة في أستراليا، ودولة من بي بي سي نيوز. كل دي حصين برية ميتة. كنا نسمع عن حالة في السنة كان يحصل بنفس الساتلايت ووسائل الإعلام، لكن ما كناش نسمع عن كم هذه الحالات في أسبوع واحد. مرض مميت للغزلان انتشر في 26 ولاية ويسبب مخاوف أنه قد في يوم من الأيام يبدأ ينتقل للبشر. ده مرض جديد، ده من ديلي ميل. استمرار تناقص عدد أجناس الحشرات زي النحل وغيره بيهدد بانهيار الطبيعة، ده من الجارديان. فاكرين لما اتكلمنا المفروض ان احنا بنشوف تزايد في عدد الاجناس، ولكن الحقيقه ان احنا بنشوف تناقص عدد الاجناس. انخفض عدد اجناس الحشرات بنسبه 41% في اخر 10 سنين بس، وده بيدمر او بيهدد الطبيعه جدا، لان هم طبعا بيساعدوا على تلقيح الزهور وهكذا. الأوبئة اللي زادت جدا زي بالضبط ما قالنا إنجيل لوقا 21، هنسمع عن أوبئة عظيمة في أماكن. حمى الوادي الجديدة في كاليفورنيا لا تزال يتزايد عدد الإصابة بها. انتشار حمى التيفوس في بعض المناطق في لوس أنجلوس، وده من إكسبريس نيوز. بداية انتشار نوع من السل مقاوم للأدوية ويشير بخطر عالمي لو انتشر التي بي ده. أصلا التي بي ده صعب علاجه زي ما حضراتكم عارفين، وبنديله الكومباينيشن من الثلاث مضادات حيوية دلوقتي واحد، كمان لو طلع نوع ريزيستان ده كارثة، وفعلا طلع نوع ريزيستان. المختصين يرون حالات غريبة من الحصبة في سنة 2019 بين قوسين حتى من الأطفال المطعمين. يعني زيادة التطعيم بطريقة خطأ بيعمل abnormality. ده اللي كنا بنتكلم عليه. أنا مش ضد التطعيمات، التطعيمات بتنقذ حياة، ولكن ضد الأساليب الخطأ في التطعيمات اللي بيسموها الattenuated اللي بتعمل كوارث مش الكيلد فيروس. بل حتى اسلوب ان هو يخليه فيروس ضعيف دي كارثه في حد ذاتها، ان هو ياخده يحطه في كائن هو مش متعود عليه، دي لوحدها بتعمل ميوتيشن. anyway، عشان تشوفوا الناس دول بتمشي ورا العلم طبعا. لا، سيناتور في كاليفورنيا يريد ان يمنع الاطباء، مش الاطباء دول برضو المختصين العلماء اللي فاهمين،
عايز يمنحهم من حق أن يعطوا إعفاء لبعض الأطفال من التطعيم. يعني عايز التطعيم يبقى إجباري على الكل، حتى لو الدكتور قال لا ده الطفل ده ما يتطعمش، عنده مشاكل مناعة، عنده حساسية غيره، لا غصب عنه الطفل يتطعم. إيه رأيكم؟ لسه مصدقين علم ولا هي مافيا؟ يعني دول بيرفضوا الرأي الطبي والعلم في سبيل الإجبار على التطعيم. يعني حتى لو دكتور شاف طفل عنده مشاكل في المناعة أو مشاكل حساسية من التطعيم، أو أخ أكبر منه أصيب بمشاكل فيقول الأصغر منه احتمالية مرتفعة أن يعاني منها، لا يتطعم غصب عنه حتى يحصل له اللي يحصل له. Who cares؟ تينيسي تريد إصدار قانون يحاكم الأمهات التي تعاطت أدوية مخدرة أثناء الحمل ونتجت إنجاب وأنجبت بيبي مدمن. طب مش انتوا اللي اديتوا لها الماريوانا برضه؟ بقت الماريوانا ليجل؟ هو انتوا اديتوا الأمهات الماريوانا وجايين تعاقبوهم؟ أخبار حروب. روسيا تستمر في تهديد لأمريكا، في تهديدها لأمريكا إن هي هتعمل أو هيكون عندها كده 100 ميجا طن أسلحة نووية في يوم الكارثة اللي هو الدومز داي، بعد بداية انهيار الاتفاق النووي. أمريكا وروسيا وفرنسا، عشان توضحوا إزاي تسلح زاد جدا وقربنا من الكوارث، الثلاثة اختبروا صواريخ نووية في نفس اليوم. الفرق بينهم كان ساعات، فيما يبدو إنه كله بيستعد للحرب العالمية الثالثة. ده من إكسبريس نيوز. أمريكا تشتري قبة حديدية من إسرائيل ليتم تفعيلها مباشرة حماية من الصواريخ. متخيلين؟ الصين تظهر روبوت للقتال وأيضا طائرات صغيرة بدون طيار حربية في تقدم الأسلحة اللي شغالين فيها. انتوا عارفين لو حصلت حرب المدنيين اللي هيموتوا اكتر بكتير جدا من العسكريين، لانه دلوقتي بقت كله الكترونكس. كوماندر امريكي يحذر ان داعش والقاعده وحزب الله بيعملوا مع العصابات في امريكا الجنوبيه. ايضا جنرال امريكي بيحذر من انتشار روسيا والصين في افريقيا. بالفعل سياسات أفريقية بتحط أمريكا ضد روسيا والصين في أفريقيا. خبراء أمريكيين يقولوا إن كوريا الشمالية تغطي على الأسلحة بتاعتها بتخبيها في المطارات. أساتذتي الأحباء برضو في الفيسبوك، للتذكرة مرة تانية يا ريت تدخل الصفحة اليوتيوب علشان خاطر البرودكاست فاضله دقايق ويقطع على الفيسبوك. أمريكا تتعهد بأن تقف صلبة أمام إيران، وتعرفين إيران دلوقتي بتعمل إيه وإزاي إن هي مش فارق معاها حد، وتجاربها الصاروخية بعيدة المدى. يعني إيران مستقوية بروسيا والصين. إيران تعرض فيلم متحرك تظهر فيه كما لو كان غواصة إيرانية بتغرق حاملة طائرات أمريكية، وده من أروس شفا. الاتحاد الأوروبي مرة أخرى يحذر إيران من استمرارها في تطوير الصواريخ اللي ممكن بكل سهولة دلوقتي توصل للاتحاد الأوروبي. إيران تقول أنها لا تثق في أوروبا، دي أوروبا اللي بتساعد إيران في الهروب من العقاب الاقتصادي. فإيران تقول أنا ما بثقش في أوروبا. ما آدي العيب إن أنت تلعب مع الشيطان. مسؤولين يقولوا أن إيران مستعدة لتتقدم أكثر في تخصيب اليورانيوم. إيران تهدد إسرائيل برد حاسم لو استمرت إسرائيل تهاجم المواقع الإيرانية اللي في سوريا. ده منها آرتس. كل ده دول بتهدد بعض بالحروب، زي ما قال لنا الكتاب هنسمع عن أخبار حروب أو تهديدات بحروب. نصر الله يعلن أن حزب الله سيقف بجانب إيران
في حالة حدوث حرب. ووزير خارجية إيران يعرض على لبنان مساعدات عسكرية. الإمارات تقول إن تواجد إيران في سوريا يجب أن يقل. الموساد هربوا عالم نووي إيراني وودوه لأمريكا. عارفين الأفلام بتاع المخابرات فعلا لسه حاجة حصلة زي كده. روسيا تعلن أنها لن تنقل سفارتها إلى أورشليم. طبعا ده إرضاء للدول العربية. الاتحاد العربي يطالب الدول الأوروبية بأن تعتبر دولة فلسطين وأن ترجع إسرائيل لحدود ما قبل 67. استمرار تركيب النظام الدفاعي S-300 الروسي في سوريا. السكان يشعروا بهزة قوية في لوس أنجلوس ويتضح أنها بسبب تدريب عسكري. ده من لوس أنجلوس تايمز. أخبار عامة على اللي بيحصل حوالينا. العلماء يعتقدوا أنهم نجحوا في أول محاولة لتعديل جينات في شخص بالغ. بل هو جين إيديتنج. يا خوفي من هذه النوعيات من التجارب، لأن احنا بنلعب بما لا ندرك منه أي شيء. أنت مش متخيلين كوارث الجين إيديتنج ده إيه، أو الجين نوك أوت أو والأساليب دي. لا يزال القطب الشمالي المغناطيسي يتحرك بشكل غريب في اتجاه روسيا. ده من CNN. أيضا العلماء بيقولوا المجال المغناطيسي لو بدأ ينقلب سيدمر تكنولوجيا الساتلايت اللي احنا دلوقتي أصبحنا نعتمد عليها في حاجات كتيرة قوي في حياتنا. أدلة أكثر تؤكد أنه شبكة تليفونات المحمولة الجديدة اللي هي 5G فعلا خطر على الأمن مش بس الصحة. ده من جلوبال نيوز. تحت شعار الأخبار الكاذبة، أنتوا عارفين دايما الشيطان هو اللي يتهمك باللي فيه وبناء عليه يحاول يطلع الحاجات اللي هو عايز ينفذها من شرور في العالم. حكومات آسيا اللي بتنشر حاجات كذبة على مواطنيها تحت شعار الأخبار الكاذبة تحكم قبضتها بزيادة على مواقع التواصل الاجتماعي والرقابة، ودلوقتي خلاص ما فيش حاجة اسمها خصوصية أو برايفسي. تعرفين بتوع نشر أخبار كاذبة هم من اللي طلعوا موضوع الأخبار الكاذبة إن هم بيحاربوها وهم من اللي بينشروها. لا يزال سماع صوت الانفجارات الغامضة وتصل من القوة إنها بتهز بيوت وتخيف السكان عبر أمريكا وبعضها مع إضاءات، وده يترك العلماء حائرين من صوت الانفجارات دي. وده من جريدة The Sun البريطانية، وطبعا بالإضافة لأصوات الأبواق اللي حضراتكم عارفين قد إيه منتشرة في العالم كله. بسبب المخاوف من يوم الكارثة دلوقتي الأغنياء بيبنوا مخابئ، بل وصل إنه مخبأ آمن بكل التجهيزات تحت الأرض قيمته 18 مليون يتعرض للبيع في لوس أنجلوس في لاس فيغاس، إنه لو حصلت حاجة تقدر تدخل تحت الأرض وتستخبى ويبقى عندك سويمينج بول ويبقى عندك الأكل والشرب وكل اللي انت عايزه. مجمع السنهدرين اليهودي يطالب الأمة اليهودية أن تحافظ على نفسها نقية جنسيا، يعني بعيد عن الخطايا الجنسية. ليه؟ عشان تستعد للهيكل التالي. هما طبعا شايفين خطايا الشذوذ والاحتفال بالشواذ والكلام ده، فبيقولوا ابتدوا توب عن الخطايا دي عشان خلاص داخلين to be enrolled in the third temple. اكتشافات أثرية في بابل
في العراق تجعل علماء أكتر يقولوا إن ده يثبت كلام الكتاب عن برج بابل بعد الطوفان، وده من جريدة إكسبريس. الحكومة التركية تعلن عن اكتشاف نسخة قديمة من الكتاب المقدس من 1200 سنة مضت في حملة منع التهريب. صليب كبير خشبي يرسو بطريقة شبه إعجازية على شاطئ في فلوريدا ويصيب البعض بمشاعر مختلفة. هم قاعدين على الشط لقوا صليب كبير فعلا خشبي بيترمى على البحر، بترمي من البحر على الشط. معجزة تحير كالعادة الأطباء. رجل مصاب بالقلب اللي القلب بتاعه كان بيعمل بكفاءة 10% بس ويحتاج لعملية نقل قلب ويشرف على الموت، بعد اجتماع صلاة يتم شفاؤه بالكامل. عشان تعرفوا ان المعجزات موجودة، على فكرة معجزات كتيرة قوي، بس انا دايما بحاول اجيب المعجزات اللي عليها شهادات طبية، تقارير طبية قبل الموضوع ده، وان فعلا قلبه يعمل بكفاءة 10% وقرب على التوقف، وبعدها المعجزة لما تحصل وقلبه يعمل بكفاءة. مرارا وتكرارا يتكرر حادث ان بيت او عربية يتحرق بالكامل فيما عدا الكتاب المقدس اللي جوه، والمرة دي في ألاباما، وده يجعل حتى رجال الأطفاء الإطفاء يبكوا من المشهد لما يشوف البيت محروق والكتاب المقدس سليم ما اتحرقش منه صفحة. أخبار اقتصادية، سوق الأسهم زي داون جونز ينخفض 300 نقطة بسبب المخاوف من مشاكل اقتصادية في الصين. من سي ان بي سي، على فكرة الصين بتعاني من مشاكل اقتصادية كتيرة. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا. خبر جيد في البداية، كتير من مسلمين سوريا بيتحولوا للمسيحية بعدما رأوا اللي شافوه من داعش في سوريا. طبعا الموضوع لسه شغال وبيزيد عدد العابرين. الخبر ده أنا أقوله بأمانة بمنتهى الحيادية، بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر يمضون اتفاقية أخوية، وده من الجارديان. الاتفاقية اللي مضيوها دي شيء رائع جدا، والحقيقة يشكر عليها بابا الفاتيكان، وربنا يبارك مجهوداته للسلام جدا جدا، بركة كبيرة. بس حقارتي أقول حاجة بسيطة جدا، القادة طبعا أحكم من حقارتي بكتير قوي، لكن بس أتساءل على قدر ضعفي، هل الحمل يثق في الذئب عشان يمضي معاه اتفاقية أخوة؟ هل أبناء النور يمضوا اتفاقية مع أبناء الشيطان اتفاقية أخوة؟ فمرة تانية رائع اللي بيعمله البابا، لكن الحقيقة السلام جميل، لكن اتفاقية أخوة مش هينفع مع هؤلاء. محللين يروا أن الكنيسة هي آخر قوة بتقاوم حكومة عالمية موحدة اللي بتتجمع إعدادا لمجيء ابن الهلاك. في كندا العائلات المسيحية الحكومة بترفض لهم طلبات التبني، ده أصبح رسمي في كندا. لما يطلب عائلة مسيحية يتبنوا طفل يتسألوا لو كانوا بيؤمنوا بأجزاء من الكتاب المقدس، ولو قالوا الحكومة الكندية بتعتبرها أفكار عتيقة مرفوضة فيرفضوا لهم طلب التبني. إيه رأيكم؟ ده الزمن اللي وصلنا له. آدي اللي عمله مستر ترودو واللي معاه. مش معني الشواذ أو ما يطلبوا طلب تبني جري يدولهم موافقة، والأسر المسيحية ممنوع. إيه رأيكم في اللي بيحصل؟ للأسف بسبب منع المسيحيين من الكلام عن عقيدتهم فعلا عرفوا يضحكوا على الشباب. تخيلوا أنه دراسة توضح أن نصف الجيل الجديد، نص ولادكم من المسيحيين، فعلا فاكرين أن التبشير ده حاجة غلط، غلط أن أنا أبشر،
غلط ان انا اضايق الناس، دي حاجه اوفنسيف ان انا ابشر. متخيلين نص ولادكم بقوا مقتنعين في الغرب انه ما يتكلمش على الايمان لان ده غلط، ده يضايق الناس، ده اللي عملوا العالم في ولادكم من غير ما تدركوا. اسف على الخبر ده. قسيسه في كنيسه في تورونتو الحدت وتقول انها عشان الحدت لو اتمنعت عن اكمال عملها كقسيسه في الكنيسه بسبب الحدها ده يعتبر خيانه. انا مش عارف اقول ايه التعليق. هو انت ازاي ملحده وعايزه تكملي شغل كقسيسه؟ No comment. حقيقي No comment. هكمل لحضراتكم الأخبار اضطهاد المسيحيين والانحدار الأخلاقي، لكن في حاجة عايز أقولها عشان متعلق بالخبر التالي. كل مرة بقول لكم العدد اللي هو بتاع أن احنا ننتبه ونستعد، ومتى ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب، صح؟ وبقول لكم خلي بالكم ربنا قال لنا ده عشان عارف ان العلامات هتبدأ في زمان العالم بيتفنن ان هو يشغلك، صح؟ وبحذركم دايما من مشغوليات العالم اللي عايز بأي شكل يبعدك عن حياة الاستعداد وحياتك الروحية. دايما بقول لكم الكلام ده، هقول لكم الكلام ده المرة دي مؤكد من الأخبار من الإعلام. أقدر أقول لكم للأسف يحزنني ان انا أقول لكم فعلا العالم نجح مع كثيرين. اتضح إن المعدل اليومي للشخص بيجلس على وسائل التواصل الاجتماعي 116 دقيقة في اليوم، ده بدون التليفون المحمول. متخيلين؟ طبعا ده حاجة تضايق لأن ده يقترب من عشور الوقت اللي هو 160 دقيقة في اليوم مفروض تديها لربنا. يعني العالم قرب أو كاد أن يستطيع أن يستبدل نصيب ربنا في وقتك في اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي زي اليوتيوب والفيسبوك. إيه رأيكم؟ هل يا ترى إحنا كأولاد ربنا بنعمل نفس الأمر والعالم نفع أو عرف يخدعنا ولا لأ؟ بالإضافة لل116 دقيقة الشخص بيقضي 3 ساعات و35 دقيقة على التليفون المحمول ما بين الكلام والتكستينج، أو ما يوازي يوم كامل 24 ساعة كل أسبوع. ده من التليجراف. إيه رأيكم؟ يعني 5.5 ساعات إجمالي الشخص بيقضيها على وسائل الاتصالات ما بين الفيسبوك واليوتيوب التكستينج والسيلفون من خلال التكنولوجيا. معلش اسمحوا لي أسأل قصادهم الحوار اللي بنقضيه مع التكنولوجيا، يا ترى في مقابلهم بقضي منهم كام دقيقة في الحوار مع ربنا؟ يا ترى ايه الأخبار؟ الناس اللي جاية بس عشان تعمل إعلانات خلي بالك. هل فعلا احنا من اللي بنقضي 5.5 ساعات في التليفونات؟ ولا هل يا ترى فعلا بنتحكم في وقتنا وبندي العشور من وقتنا لربنا؟ الانحدار الأخلاقي اللي زاد جدا. خبر في البداية، صلوا للرؤساء بما فيهم ترامب وكله. ترامب يطالب الكونغرس أن يتدخل ويصدر قانون فيدرال يمنع الإجهاض المتأخر اللي بدأت الولايات واحدة وراء التانية يسمحوا به، ويقول كل الأطفال ولدوا أو لم يولدوا بعد صنعوا في صورة الله القدوس. ده كلام ترامب. إيه رأيكم؟ ولكن هل يا ترى بيسمعوا؟ لكن للأسف المحكمة العليا الأمريكية تمنع قانون حول إصداره في لويزيانا لمنع الإجهاض، وللأسف ما وقفتش وراء الاتجاه اللي عايز يعمله الرئيس الأمريكي ده من لوس أنجلوس تايمز. للأسف فكرة مجهود فرد لوحده
ما بيكونش كافي. أيضا في نيو مكسيكو صناع القرار يقدموا قانون لإلغاء منع الإجهاض في الولاية. عشان تشوفوا الخزي اللي وصلوا له، رجل يطعن أم حامل في نيويورك فيقتل الأم والجنين وفي نهاية فترة الحمل، حكموه طبعا عشان الأم لكن لم يحاكم لقتل الجنين. ليه؟ استشهادا لقوانين الإجهاض في نيويورك اللي بتعتبر الجنين حتى قبل الولادة ده مش إنسان أصلا. فطالما مش معتبرين الجنين إنسان يحكموه إزاي عن هو قتله؟ إيه رأيكم ده اللي وصلنا له؟ No charge for killing child قبل الولادة. ليه؟ شكرا لقوانين نيويورك. إيه رأيكم؟ شفتوا الانحدار الأخلاقي اللي وصلنا له؟ رجل يقاضي والديه يرفع عليهم قضية. ليه؟ لأنهم أنجبوه بدون ما يحصلوا منه على إذن أو موافقة. همي يضحك وهمي يبكي، مش عارف أقول إيه. طب ده كان هيستأذنوه إزاي؟ مش عارف. الأب على أم في إنجلترا كل اللي عملته إن هي لقبت متحول جنسي بلقب مان. يا راجل ازاي وازاي تلقبه بلقب مان؟ قبضوا عليه. اول معرض لملابس تصميمات للمتحولين جنسيا من الرجاله. يك مدينه تنتظر التصويت بالموافقة أو الرفض على أول بيت دعارة أمريكي للإنسان الآلي باستخدام العرائس الآلية اللي هي بيها شعر طبيعي وجلد صناعي وذكاء صناعي. والإشكالية إن اللي قدموا الطلبين إن يفتحوا هذا البيت في هذه المدينة الأمريكية هم شركتين كنديتين. ده من فوكس 2. أنا مش عارف أقول إيه. إيه الانحدار الأخلاقي اللي إحنا وصلنا له؟ كندا ترودو طلع يقول نعتمد في حاجتين على الاقتصاد ما بين الأونلاين جامبلينج والماريوانا، وآدي الحاجة التالتة اللي كانت ناقصة اللي هي البروستيتيوت. ده اللي وصلنا له في العالم. عشان كده فعلاً العالم بيضل. ولكن احنا اولاد ربنا اللي المفروض زي ما قال لنا المسيح انتم نور العالم. يا ترى كم واحد فينا هو فعلا مصدر نور للي حواليه بيعكس نور المسيح ليهم؟ كم واحد فينا؟ كم واحد فينا بيستعد وبيشوفوا فيه صورة المسيح؟ بنصلي وبنعد زيت في مصابيحنا وبنستعد لاستقبال العريس بالصلاة والصوم، بننتظر بمصابيحنا المضاءة العريسنا اللي قرب يجي. معلمنا بولس الرسول زي ما قال في رسالته لأهل روميا 13، هذا وأنتم عارفين الوقت أنها الآن، مش بكرة ولا السنة الجاية ولا لما خلص امتحانات ولا لما ربنا يسهل وخلص المأمورية اللي ورايا، الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فأن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمن. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. وحضراتكم شايفين أعمال الظلمة بتزيد إزاي. خلي بالكم من ولادكم اللي هم من الظلام بيحاول يضحك عليهم. لنسلك بلياقة أي حد مسيطر عليه خطية الآن، مش يتوب عنها بكرة، بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. خلي بالك زي ما لنا سفر الرؤية، لما هيتفتح البئر هيخرج الدخان كتير قوي، يعني هيزيد تدريجيا لو ما تمسكتش بالمسيح من الآن. للأسف لو زاد الدخان اللي قال لنا عنه سفر الرؤية ممكن ما تقدرش، ممكن ما تقدرش تشوفه بكل سهولة. أولا ليه ربنا قال لنا الحاجات دي؟ زي ما قلت عشان ما نخافش، انظروا لا ترتاعوا، وزي ما قال لنا معلمنا بطرس الرسول هم من يسمعوا الحاجات دي يخافوا أما احنا ما نخافش. السبب التاني عشان نؤمن، في زمن زاد التشكيك جدا، قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون.
لأنها ما تنفعش تحصل بالصدفة. هيشككوك في الكتاب، في النبوات، طب النبوات بتحصل قدام عينك ومنتهى الدقة. الحاجة الثالثة والمهمة عشان حياة الاستعداد، زي ما قلنا في إنجيل لوقا 21، ومتى ابتدأت هذه تكون، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب، عشان حياة الاستعداد وهي ده هدف الخدمة. عريسنا قرب يجي، ولكن الشيطان حاسس وعايز يفقدنا سلامنا وأكللنا ووزناتنا. في 150 ألف واحد بيسلموا ودعيتهم في اليوم، محدش عارف فينا هيكون إمتى. ربنا يديكم طولة العمر والصحة يا رب. العريس قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين تعالى أيها الرب.